رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على جلالته نعمة الصحة والسعادة، ويجعله ذخرا وسندا لهذه المملكة وقائدا لمسيرتها المباركة، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل جلالته الحكيمة حفظه الله ورعاه. وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يسبغ عليه نعمة الصحة والسعادة، وأن يحقق بجهود سموه ما نصب إليه جميعا من تقدم ونماء للوطن الغالي في شتى المجالات. كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يسبغ عليه نعمة الصحة والسعادة، وأن يتحقق بجهود سموه ما نصب إليه جميعا من تقدم ونماء لمملكتنا الغالية في شتى المجالات، مهنئا شعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.